يمكن كتير مننا يبقى فاكر منطقة زرايب 15 مايو قبل كده اللي تم نقل سكانها للمنطقة البديلة زهور 15 مايو. المنطقة دي بقت مجتمع حضاري مكتمل الخدمات، مش بس كده، هو كمان بيوفر الحياة الكريمة لأهلينا واللي كانوا ساكنين في منطقة قبل كده يمكن تصنف بأنها منطقة عشوائية خطر كانت بتفتقد لمقومات الحياة الكريمة. خلينا نتابع. رؤية مصر 2030 هي رؤية شاملة لنقل الوطن نقلة حضارية شاملة بكل مناحي الحياة، وموجودين دلوقتي في مدينة 15 مايو وتحديدا في هذا المربع السكني المتكامل الجديد زهور 15 مايو، واللي تم نقل فيه المواطنين من منطقة الزرايب إلى هذه المنطقة الحضرية الجديدة المتكاملة اللي فيها كل مناحي الحياة والخدمات، من حضانة، من مدرسة، من مشروعات تجارية خدمية، من مسجد، من أرض يعني داخلة في حيز البناء لبناء كنيسة، عندنا نقطة شرطة، حيز الإنشاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق توجيهات القيادة السياسية بضرورة نقل المواطنين نقلة حضارية وآدمية من أي مسكن عشوائي ومن أي عشوائيات إلى مسكن يليق بالإنسان المصري وفق رؤية الدولة المصرية مصر 2030 في إطار الجمهورية الجديدة. بالنسبة لمشروع زهور مايو في إطار خطة الدولة والقيادة السياسية في القضاء على العشوائية وخطة 30-20-30، تم تنفيذ مشروع زهور مايو بعدد 1008 وحدة للتجمع عمراني جديد يليق بالمواطن المصري، لأن كان عندنا منطقة اسمها زرايب مايو. المنطقة دي انضمت لنا في إطار الأراضي اللي تم ضمها لجهاز تنمية 15 مايو من خلال القرارات الجمهورية، وبالفعل صدرت التعليمات القيادة السياسية وقيادات هيئة المجتمعات ووزارة الإسكان بأن احنا ننفذ مجتمع عمراني يليق بالمواطن المصري ويكون حاجة مشرفة لجهاز تنمية 15 مايو وهيئة المجتمعات ووزارة الإسكان عموما. فتم تنفيذ بالفعل 1008 وحدة سكنية لعدد 1008 أسرة. الأسرة دي كانت موجودة في المكان العشوائي اللي هو كان منطقة زرايب مايو، كانوا بيمارسوا في حياتهم اليومية بشكل يعني غير أدمي. قدرنا نوفر لهم الحياة الكريمة بالمشاركة مع وزارة التضامن بأن احنا نفذنا 1008 وحدة، وقامت وزارة التضامن بفرش الوحدات دي كاملة من A to Z. صدرت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مجتمع عمراني متكامل بشرط يتناسب مع طبيعة عمل أهالينا المتضررين. فورا قامت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بتخطيط المساحة 67.5 فدان مقسمة كالآتي: 42 عمارة بإجمالي 1008 وحدة سكنية، مساحة 90 متر للشقة، عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كاملة التشطيب والفرش. الجزء الثاني كان أماكن لخدمة عمل أهالينا متمثلة في 833 حظيرة تتناسب مع طبيعة عملهم اللي هو فرز القمامة، بالإضافة لتوفير منطقة للفرز لإنشاء مصانع تدوير المخلفات بالتعاون مع التنمية الصناعية، حوالي 15 فدان مقسمة لثلاث مناطق، بالإضافة لتوفير منطقة مخازن. المشروع مش بس سكن وتوفير بيئة عمل، لا، كان عندنا منطقة خدمات متكاملة لخدمة أهالي المنطقة. عندنا مركز طبي ومدرسة وسوق تجاري وحضانة، بالإضافة لمسجد وتوفير أرض لإنشاء كنيسة. طبعا احنا اتراعى في المنطقة في تخطيطها طبيعة العمل لأهالينا اللي في المنطقة هنا، بحيث من أماكن الحظاير أو أماكن الفرز. الحاجة التانية
في التخطيط راعينا ان احنا بنقدم مجتمع عمراني متكامل لاهالينا هنا من حيث مناطق اللاندسكيب، مناطق الزراعه زي ما حضرتك شايف، في الاناره، اماكن انتظار السيارات، فالموضوع كله متكامل. وفرنا هنا الخدمات الدينيه، عندنا مسجد تم انشاؤه، جاري انشاء كنيسه، خدنا الموافقات الرسميه طبقا للتوجيهات بعمل نقطه شرطه، ملعب كحاجه ترفيهيه لاولادنا هنا، عندنا مخبز على اعلى مستوى جاري تنفيذه. ربطنا المنطقه هنا بالمدينه الام بطريق رئيسي طوله حوالي 5-6 كيلو، المنطقه بقت محور تنموي تمت حواليه مناطق تنميه اخرى كمناطق اسكان الاجتماعي وخلافه.